شو تبي تقوم الخزريجي اليوم يناهم حق العزاء؟ يناهم العزاء اليوم. انزين هاي السكون الاول في شارع حمدان في ابو ظبي. ترى السالفه هاي قديمه يعني ما من قريب يعني يمكن من في الثمانينات يعني. انزين عدلي خطف يقولها بسم الله يا رمس عمره. المراد فريجهم بيتين 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 بيتين. كان الاول هذاك هو يعني فريج التيار يعني اتيار ما يكون. هم في النصيفه. اول بيت من الشرق بيت حياة عبد الجليل الله يغفر له، واول بيت من الغرب بيت حياة النجم بن محمد يعليه الجنه. زين وبيت قوم الخزرجي ثاني بيت من عقب بيت حياة قوم النجم، وعقب شعر ثلاث بيوت عقب ييكم بيت حياة عبد الجليل. وهاك السنين ما كان يسمون بيتهم بيت الخزرجي، كان يسمونه بيت الشيخ محمد بن الشيخ احمد بن الشيخ حسن الخزرجي. زين حوايدين عاد عرب يقولون شو من المشيخة هاي؟ لا هاي مشيخة علم، مشيخة علم متوارثة أبا عن جد عن أحفاد كلهم. وكان الشيخ محمد بن الشيخ أحمد بن الشيخ حسن الخزرجي هو القاضي في أبوظبي، يسمونه الأول الشرع. ما تسمع الأول شيء وصف يقولونه لحكى الشرع الكل يأكل تبن، يعني الكل يسكت ولا كلمة ولا حرف. نحن اللي اليوم حضرنا عزاه عبد العزيز ولد الشيخ محمد بن الشيخ أحمد بن الشيخ حسن الخزرجي. أبو الشيخ محمد أبوه الشيخ محمد الشيخ أحمد يدك أنت يا عبد العزيز ليت كان قاضي دبي. شوفوا أنت وأبوه بعد كان قاضي دبي، يعني الشرع مخلف عليهم أربع يدود وهم موجودين بين أبوظبي ودبي، بين أبوظبي ودبي. والأول هم اللي ليش يسمونهم الشرع؟ هم اللي يسوون البروة البيوت اللي بيتبايع اللي بيرهن اللي تشريعات الإفتاءات يعني كل شيء يخص الدين عندهم مخلف عليهم يد عن يد علم. شوفوا شيء بيتين هناك بيت حياة النجم وبيت حياة الشيخ محمد الخزرجي يمتازن بشيء مش موجود. انزين البيتين هاي البيت حياة النجم بيت حياة الخزرجي يمتازن فيه اللياوين، وفي نص اللياوين كل بيت فيهن في لوز في لوزة ولوزة عودة متعظمة ولوزها كبار على هلمتن. شفتوا الهنبل الحافوز أول ما يطيح مالهن كل لوزة اللوز أبيض والصلامة هالكبير والباقي كلها الحمة بيضة وطعمها لذيذ. هاي اللوزة ممتازن هاللوزتين بينهن يثمرن ضربة ويصرمن ضربة، تلقط الورق مرة من يصرمن حتى الورق كامل في الحويات. ونيهم نحن غزاه نغزي من مدينة زايد لين شارع حمدان، والسب الشو هاللوزتين اللي في هاك الفريج. واتذكر عاد حياة الخزرجي يقول بتقطعون يا عيالي قطعوا ما شيء مشكلة، لكن قطعوا البالغ ولا الغض خلوه مكانه من يبلغ غيركم بيس. يعني مستوين تحرنا كتيبة ما شاء الله يا هالو ما واحد فينا لابس نعال، جليل اللي يلبس نعال هات السنين. او شي يا طين كنا يا ابوك مظهرين الشب من عيون هاليتنا. الحمد لله يا ابوك الله ستر كبرنا وقضينا. وكان يا ابوك كل التيار في هاك الفريج كلهم، كانت بيوتهم بعد كبير والله ما بصغير بيوتهم ما كبار عن بيوت العرب. ما شي بيت فيه سيارة وسيارتين ثلاث واربع سيائر ثلاث واربع سيائر. التيار يا ابوك بذرهم تيار مستوى الدنيا ما بالبارح واليوم. انا روحي يعني والله اني لحقت عليهم ما حد بيت صغيروني. نحن بيوتنا شعبية يعني نحن بيوتنا شعبية في مدينة زايد شعبيات. هل تشوفون توحين البيوت كل بيت طوله طول وعرضه عرض؟ هاي بيوت كلها بوي اصل بيوت كانت شعبيه شعبيات كانت بيوت. ولا ما شاء الله عليهم فريج التيار من يوم نحن يهال بيوتهم كبار وعندهم حفيزات يبيعون كنديشنات ما ويبيعون ثلاجات ويبيعون فريزرات ما يخلون شيء ما يبيعونه حتى الوعيان يبيعونهن. هل تشوفونهم التيار هي لأن هاي تجارة تجارة
ونحن في رجالنا ليه بيسوي تجارة وانا سوى تجارة صار يابصح من الحسا وباعه يتبايعون في السح بعضهم ما بعض واللي ياخذ من هذا ما يدي البيزات الحساب تحت اللومية وين بتيهم الغناء تموا ابوي لين بعد لومة بالشعبية يت القصوص وقصوا البيوت وعطوهم بيزات وادي من الملايين وأراضي كبار اللي يطري يعني لو ما استوى القص وهذا كان ما تعدلت أوضاعهم بنا وعدلوا هاي هالفرجان نحن أطري وين نحن سكون وين الشعبية ولا التيار ما شاء الله عليهم من استوينا قبل ما يستوي قص وغير قص بيوتهم كل واحد كبر البنقلة يلا عاد بس عليك ما يضرب هالساعة كم الحين بيدن الفير وانا يا سهدرب يلا تصبحن على خير بس عاد عليك حتى باكر ما شير امس عادة يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد طول قيام من ممشى الخوانيج عدنا تدرون التعدي بعد ممشى الخوانيج من رمضان من 28 رمضان أظني لين هوكم هذا ما طحت وبالنسبة للي زيغونكم يقولوا لكم حر وحر وحر تراهم يكذبون من حبه ولين مشوا من الفرش للعرش كذب ريج براد رقم واحد واللي يصيحون ويقول لكم حر وحر ابوي هاي عيازه يبونكم تغدون شراتهم مبربخين يجيكم الرباخ وتبنشرون ما شاء الله هذا بالنسبه للي ابوي يجهلون الالتزام بقوانين الحكومه يا ويلكم اوعوا ما شي خلاف عاد تقولون والله نحن ما ندري ما حد خبرنا ولا شيء يا ابوي ليه ما يعرف يقرا يروم يشوف الصور بتقولون ما حد يعني هالا شاير وهالكتبة يعني عمي عن البرق صلي عن الرعد ما يستوي واحدة من الشايتين لازم تكون صاحي فيك انزين سلام عليكم تدرون كم كملت تقريبا ساعة او ساعة وخمس دقائق يعني من اروع ما يكون متعة والله انها انت هب لازم يعني انك تغدي مرود حين من تربع ولا تبقى النتيجة في خلال يومين ولا تغدي عود خيزران ولا مرود صفت لا على الطوائل الساعة هاي تسوي مليون شغلة تبعد عن كل دخاتر تبعد عن كل يهد تعدل نفسيك تفتك متي الليد يسدك يا رجال يوم تحط راسك من تحط راسك على المخدة والله يا ابوك انك ما تدري بالدنيا تختل ختله وهي تراها عظمها ساعة اخير عد فيزير في المقهى وكر كر 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 هيلة بيس دواخة بيحترد صدرك انت اول بادي بد عمرك ودلع عمرك واهل عمرك انك تغادي بخير وسهاله ولا حجب ويها كل ملحوق علي انت حين ما تشوفون في الطياره يوم يقولوا لكم والله يوم بيستوي شيء ولا شياته بيعقونها ما تنفس اول بادي بد عمرك عقب ساعد اللي عدالك يعني بدل ما تتريى لين تتبنشر وتطيح اهل عمرك التاهيل شو يبالك ساعه كل يوم ولا ساعه قاصر ربع بتغادي رغب الساعة هاي ما بلازم تجري انت مشي تخب هب مشي شوي شوي تطعطع ما شي فايدة تطعطيع اللي ما وراها فايدة ما بانك تيلس تربع ولا انك تيلس تطعطع
بين البينين الخب هذا يوم تخب رقم واحد. الخطوة السريعة هاي وايد فنان بعد. شي خطوتين مالقو وخطوة شويونة. خطوتين مالقو تغير عاد انت ولا عندك سباحة ولا عندك وايد هج. هذا الحين الجماعة ابوي الحين ما يندرى هو بيصيرون الشباب. برد عليكم خبر. من استخبر برد عليكم خبر. اول الله. الوجه تبيمون. شو السبب؟ ما ينشبع من تبيمون. تبي بكبرها ما ينشبع منها. ما بالك بعد تبي ومول؟ هاي روح. يحلفون لك انت. يقولوا لك الخميس. تفرح صاح تجتل 1000 في تبيمون. ما بالك اللي معاد تجتل 10,000. شوفوا. الحين يوم انت تمشي البنادم صديت وشفت حد في وجهك. ابتسمت ولا سلمت. ولا صديت عليهم كل واحد مش مشكلة وانت حر يعني بغيت تبتسم بغيت تسلم على هواك لكن لا تحسس اللي مشاهد انك كأنك راوح خيل من يخطف عدالك لان الابتسامة في الوجه روحها عبارة صدقة الابتسامة صدقة ويوم ما عندك عسل ريجك عسل وياركم الله ما ينشبع منه بيمول لو بتروم تسكن فيه سكنه وبتيل الصبح ومساتي ما تشبع منه كل يوم تشوف شيء جديد وين ما تصد شيء جديد وين ما تصد شيء كراسي مريحة حتى الكراسي اللي تمتحون عليهن شيء هاللي يطيح شيء على يم بعد مكودات منها وان كنت سرت وسويت شوبينج وتشريت وخرايطك ابوي ثقال وبرستيجك ابوي ما يسمح انك تشيل قراطيس تليفونيك يجيك الحمالي برسم الخدمة خدام جدام ويشل ابوي لو تبا يشلك بكبرك شلك وانت تتحرون حمالي عادي ليكم هب حمالي عادي يا ابوك يسد اللي بدلتي يا ابوك هاش البدل الحمراء وبكبره يلق ما بتيك ريحته وهث هاي العربانة اللي يدزها الترولي اي ها ذهبية حرام ينها تحراها ذهب 16 تعيدون ذهب الايطالي هاك الاصفر هالنمونه تكينا اليوم ابوينا بالي باركنج اليوم هب خيار أخيار بدل ما يضيع الوقت بويه في تدوير الباركن تحيدون مساء يوم أقولكم إيه واحد لابس بدلة والعربانة ذهبية هادو ها شال الدنيا ومحاش حوشة ها بوي لكنه ما بدلة مرحبا سهلة الله يسلمك أي والله شو زقرتي رغب واحد بعربانته ذهب زين اليوم أنا متهلع على سوشي تهلي وأبدا أبو محمد يا ابنة وين السوشي المنطقة اللي فيها السوشي يا ابني كل شيء طلق وكل شيء متوفر ما عدا السوشي سكره قالوا ابوي لهم جدمين ساعة لحقتوا لكم على السوشي ما شاء الله شباب تفيزروا وحينا بسير لهم بطلب شيء اكيد بطلب سلطة وشوربة وبطلع لي شيء ياكل اكيد غير انا بتهلع على السوشي ما باليد حيلة كم ما عليه الشيء اللي ما الله يريده عسل ما حصل اليوم بيحصل غيره غير اليوم إن شاء الله. People talk about you. Yes. They said you are very gentleman. Thank you, sir. والله. Thank you. Too many messages. Thank you. And also they know your name. Thank you, sir. أقولكم أنا وصلت الحين جريب أحب وصل جريب بنوصل يعني 5 دقائق بنوصل برمس وياكم باكر وأنا مشتري من بي جريب أبو ظبي الطحل عالي.